حضرتك بيشرب ربع، احنا بنعمل حملات توعيه حملات توعيه، لان برضو اي استهلاك في اسراف في ميه الشرب هو بيقابله زياده في استهلاك ميه الصرف، وبيبقى اعباء على شبكه الصرف. فكل ما المواطن يوفر في استهلاك ميه الشرب بيوفر في استهلاك وتشغيل شبكه الصرف، وشبكه الصرف محمله باعباء ضخمه جدا، فمحتاجين ان هو المواطن يوفر في الاستهلاك ده. مفيش آلية معينه لمواجهه الاهدار؟ احنا عندنا حملات توعيه جامده جدا، ودلوقتي احنا بنساهم معاهم في القطع الموفره، بدانا نساهم فيها، واحنا هنبدا الشركه في عندنا في تغيير كل الوصلات بتاعتنا، هندخل القطع الموفره دي عندنا على مستوى الشركه كلها.